بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن نصور فندق ياسمين، غرفة من نوع فاميلي ديلاكس. الغرفة عبارة عن سرير كبير دبل مع سرير منفصل شخص واحد. الغرفة تعتبر غرفة ثلاثية. الفندق مصنف 4 نجوم على مستوى الفنادق المتوفرة في بونشاك، ولكن نحن نصنفونه 3 نجوم اقتصادي. يتوفر تلفزيون وصانع الشاي، يوجد هنا ثلاجة. دورة المياه، مغسلة اليد، يوجد هنا شطاف مع بانيو. مع تحيات شركة المحيط للسياحة في آسيا.